السلام عليكم. دلوقتي لو انا عايز اعمل البروفايل بتاع السويب بتاع الحيطه، طيب السويب اللي هو ايه، بيبقى فيه بروز في الحيطه كده، فانا عايز اعمل شكل البروز دوت. فاجي هنا واقول له انا عايز اعمل نيو فاميلي، والفاميلي ديت اختارها تكون بروفايل بوست، واقول له اوكي. بعد كده هبدا ارسم بقى الشكل اللي انا عايزه، وليكن مثلا على سبيل المثال حاجة بالشكل دوت. وبعد كده هقول له لود انتو بروجكت. لاحظ ان هو ما ادانيش حاجة خالص، هو اضاف لي المشروع بس لسه ما استخدمتوش. هاجي هنا اقول له العادي بتاعي، ان انا بقى اقول له هنا وول سويب، بيبدأ يجيب لي السويب العادي اللي هو كورنيش. تمام، خلي بالك من الشكل بتاعه، شكل مربع عادي خالص. انا عايز بقى احط الشكل بتاعي انا، فاجي هنا اقول له وول سويب، وادخل هنا ادت تايب، واقول له دوبليكيت، وادي له رقم مثلا 2، واغير البروفايل. لازم اجي هنا عند بروفايل واختار الفاميلي اللي انا عايزها اللي هي فاميلي 2. بص لما هاجي ابدا احط، هتلاقي الشكل اللي انا لسه عامله من شويه ظاهر معايا بالشكل دوت. تمام اهو، خليني ازيره على شكل شديد يظهر أحسن. طيب في برضه حاجة تانية، لو أنا عايز الحيطة يبقى فيها البروفايل ده جاهز، أجي هنا إيديت تايب وأقول له إيديت، أهو هبدأ أشوفه في السكشن، وأقول له أنا عايز أضيف سويب، وأقول له لود بروفايل، أو أقول له آد مدام موجود معايا. نختار البروفايل اللي هو دوت، وأختار المسافة قد إيه، وأختار الأوبسيت، وليكن مثلا متر، رحت قياس اوفسيت. انا بيقول لي من البيس ولا من التوب، ممكن تقول له انا عايزه من التوب بالشكل دوت، وتقول له مثلا انا عايز الديستنس تبقى قد ايه، وليكن مثلا 100 ديستنس. خلينا نقول له مثلا سالب مثلا 100 او بالشكل دوت. كل ما ترسم الحيطة هو يبدأ يعمل لك السويب بالشكل دوت.